بعض الأمكنة يملك موهبة الاستدراج إلى الذكريات، حدودها سياج من حنين يجمد الزمن عند اللحظات السعيدة. كازينو لبنان ذاكرة لأكثر من جيل وأكثر من لبنان. أسماء كثيرة رصعت زمنها تنام في دفاتره، وكثيرون باحثون عن متعة فنية أو عن حظ هارب تركوا بين جدرانه وعلى طاولاته ومقاعده قصصاً وشغفاً ومغامرات ومقامرات حققت أو بددت ثروات وأحلاما. وكما الناس تعطي الحياة للأمكنة، فإن للمكان سطوته على الروح، وكازينو لبنان سجل نابض بروح المكان وناسه، مفتوح على عز ماضي لبنان وحاضره والمستقبل. الصورة حياة ثانية، فالناس ترحل وصورها تبقى. وحين تستعاد البدايات ينفتح في الذهن طيف الأمكنة والناس، وتتراءى الصور شريطاً سريعاً في المنطقة الفاصلة بين الذاكرة والوعي والخيال والشغف. C'était la plus belle époque du Liban. مش أنا اللي عم بقولها، بسمعها وبوافق. أجمل أيام لبنان كانت بالستينات. لا تروى فورة الستينات والسبعينات وفيها ليالي بيروت والكازينو والمهرجانات من دون العودة إلى البدايات في الأربعينات والخمسينات، يوم كان باشوات مصر والعراق وأمراء ومشايخ الخليج يملؤون شاطئ سان جورج وحدائق فنادق الجبل. آنذاك وقبل أشهر من النهاية الحزينة لولاية الرئيس بشار الخوري، صدر في أول حزيران 1950 قانون ينظم فوضى ألعاب القمار المنتشرة ساحلاً وجبلاً. كان في كازينوات تنعطى رخص لأوتيلات مثل أوتيل سوفر الكبير، أوتيل جبيلي بعلي، أوتيل بدهور الشوير، كانوا ياخذوا رخص، لكن هالرخص كانت يحطوا طاولة طاولتين يعملوا هون تزيد مداخلهم بالصيف. أدار الرئيس الجديد كميل شمعون وجهه نحو الحداثة والمستقبل. كانت مصر قد اندفعت إلى الثورة، وأخذ النيل يردد هدير جمال عبد الناصر، وكانت دمشق تتفرج على الجنرالات يتناوبون على امتطاء الدبابة إلى الإذاعة والقصر. ولم يبق في الشرق سوى بيروت مدينة مفتوحة للناس والأجناس والتيارات الفكرية والفنية والسياسية. سألني الرئيس شمعون شو أقولك يا فيكتور، كيف فينا ننشط السياحة؟ قلت له ليش ما بنعمل كازينو في لبنان؟ ولكن أنا ما بدي أخلي القمار يتفشى بلبنان. قلت له ممكن إنه ينعمل كازينو وحيد وينوضع شروط لدخوله تمنع تفشي الألعاب من قبل الفئات المتوسطة الحال في لبنان، كما والموظفين والمستخدمين. فراقته هذه العبارة وقال إن إنشاء نادي وحيد فكرة جميلة، لا سيما وأنها بتجيب عائدات للدولة من جهة، ومن جهة تانية ممكن إنه نفرض على هاللي بده يلتزم هالكازينو أن يقوم بنشاط سياحي وفني بالوقت ذاته.
في الرابع من آب 1954 صدر عن مجلس النواب قانون القمار، ونص على الترخيص باستثمار ناد وحيد للقمار على السواحل البحرية في مكان لا يبعد أكثر من 5 كيلومترات على خط مستقيم من الشاطئ، شرط أن يبعد عن بيروت وطرابلس وصيدا مسافة لا تقل عن 15 كيلومترا على خط مستقيم. صار في تزاحم مزاحمة ما بين كسروان وما بين خلدي على الموضوع. كان الأمير مجيد أرسلان بده أنه ينعمل بخلدي، والرئيس شمعون ومعه موريس بيك زوين الله يرحمه بدهن إياه بكسروان، أنه كسروان منطقة كانت محرومة وما فيها شيء يعني يساعدها. هلا هادو قنعوا للأمير مجيد أنه بليها يعني تراجع عن الموضوع، وقالوا له هيدا رح يوزع على الكل من الجملة، وصار بكسروان. لأسباب اجتماعية وأخلاقية ودينية فرض القانون بناء النادي على مسافة من المراكز الآهلة. في ذلك الحين كان خليج المعملتين وجوني بلدة كبيرة فيها شيء من نسائم القرى ورائحة زهر الليمون، يحرسها جبل بعباءة صنوبر تتبارى داخلها العصافير. وفي 22 من آب 1956 صدر دفتر الشروط الفنية المتعلق بالأراضي والأبنية والتجهيزات. القانون ما كان بس للكازينو، كان مفروض ينعمل سنتر ثقافي وفي كل هالاشياء، تياتر وسال دي زامباسادور ومطاعم، انه سنتر سياحي كان لازم يكون مميز لكل المنطقة. رسيت على فيكتور موسى ورفاقه وألزمون بأن يؤسس وفقا للقانون أن يؤسسوا شركة مساهمة هي تقوم بالأعمال وبتعمل الأشغال كلها ويتم تسليمها أو تحت مراقبة الدولة حتى يبلش الامتياز. كان فيكتور موسى المحامي الماروني ابن بلدة بكفية مفوضا سابقا في الأمن العام زمن الانتداب الفرنسي، وضع أسس تشريع إقامة الأجانب سنة 1937 قبل أن يستقيل وينصرف إلى قطاع الأعمال، حيث أتى بشركة إريكسون التي نفذت أول مشروع للهاتف الآلي في بيروت. كان هو مقرب من الرئيس شمعون ويضل يطلع على القصر، وكانوا عم بيفكروا بموضوع تسكير النوادي في المناطق الريفية والضيع لكثرة المشاكل وتنظيم هالموضوع هذا. فمن بهالإطار عرف بهالموضوع وكان عنده اهتمام، خاصة أنه كان في عدة منافسين، يعني ما كان هو أبداً ولا المفضل ولا الفافوري مثل ما بيقولوا. كان في بيت عريضة عندهم، كان علاقات مع شركات أمريكية ضخمة، والوالد كان بالأحرى مع شركات فرنسية بهالموضوع هذا، مع خبرات فرنسية. في 30 من تموز 1957 وفي ذروة تأزم سياسي بعد انتخابات نيابية طبعت بالانقسام والصخب، صدر المرسوم 16694 الذي رخص للمحامي فيكتور موسى والمهندس ألبير منسة والدكتور إميل خراط بتأسيس شركة مغفلة باسم شركة كازينو لبنان مدتها 30 سنة ورأس مالها 12 مليون ليرة تقسم إلى 240,000 سهم. وتملكت الشركة تطبيقاً لدفتر الشروط حوالي 100,000 متر مربع فوق خليج المعملتين شمال بيروت، ووضع ألبير منسة الخرائط وفق مخطط اقترحته شركة يوغوسلافية. إجا هاي الطريق البحرية تبع معملتين، إجوا عملوا الطريق اللي بتطلع هلأ من تحت وبعدها موجودة هلأ، بتطلع بتوصل بتمرق قدام الكازينو. المخطط الأول وكان في مكتات بهالموضوع أنه الكازينو بثلاث مراحل بيتم استكمال المشروع السياحي الكامل المتكامل. أول مرحلة صالة اللعب والمسرح والسال دي زامباسادور، المرحلة الثانية أوتيل 5 نجوم من أفخم الأوتيلات يقدر يستقطب الأجانب ويستضيفهم، اللي هو شيء لوجيك يعني بكل الكازينوات العالم.
والمرحلة الثالثة كوننا كنا على في أجمل الخليج إنه ينعمل مثل بور دو بليزانس. حتى كمان كانوا ملاحظين يعملوا إلي بور منشان يقدر يجي هالضيف مباشرة من مطار بيروت ويغطس على على الإلي بور ويطلع دغري على الكازينو. هون عندكم خارطة واجهة المسرح اللي هي مثل ما بتشوفها كان كل الخرائط تنرسم على الإيد، كانت كلها فيتراي معمولة مع كلوسترا. جربنا نحافظ عليها على الترميم بعد الترميم بالخمسة وتسعين بس كانت كتير مضررة. بعدما وضع الرئيس كميل شمعون حجر الأساس بوشر العمل بالحفر والبناء في بداية كانون الثاني 1958. كان فيكتور موسى الذي استدان مبلغاً كبيراً من المؤسسة المصرفية الفرنسية كومباني ألجيريان في سباق مع الوقت لإنجاز المشروع خلال سنة ونصف من تاريخ المباشرة بالإنشاءات إنفاذاً للمادة الخامسة من قانون 4 آب 1954. كان تحدي كتير كبير لأن ما كان في معدات ورش مهمة، يعني ونوشة جرينز وهولي ما كانوا موجودين، كان كله على الإيد يجي، وكان دونك يعوزوا عدد شغيل كتير كبير وأغلبيتها إذا مش كلها لبنانية. اللي كان يساعد بالقصة كان كل منطقة مخصصة بشي، يعني عندك البلاطين يجوا من مارلياس ومصيدبة، دونك يجي أوتوبيس يحملهم كلهم ويجوا من زيت المنطقة. المورقين وشغل الجفصين وهيدا كلهم يجوا من بصوص، دونك يجوا كلهم سوا من بصوص بأوتوبيسات. تواصل العمل في المشروع بوتيرة متقطعة بسبب الحرب الصغيرة التي اندلعت في لبنان في ربيع وصيف 1958. تم بناء الطبقة الأرضية بمساحة 4000 متر مربع حسب دفتر الشروط، وكذلك الطبقة الأولى التي شملت صالتين كبيرتين للعب وثلاث صالات صغيرة ومكاتب وقاعة محاضرات وصالونات ومطاعم وبارات على مساحة 5200 متر مربع، بالإضافة إلى الأروقة والممرات الخارجية والفسحات الحرة ومواقف السيارات والباحات الخضراء. أنا جيت كرمال أول شيء للأرشيتكتور تبع ساعدهم بالأرشيتكتور، بعدين لما بلش التياتر لما بلش يفكروا بالتياتر انتقلت إلى التياتر، لأنه كنت أنا عندي كنت عم بعمل عم بدرس وقتها اتخصص بالمساري بالهندسة، هندسة المساري. صمم مسرح كازينو لبنان ليكون الأكبر في لبنان والأكثر حداثة وتطورا في العالم، إذ ضم 1200 كرسي مع خشبة مسرح بعرض 30 مترا وعمق 20 مترا. كلف المسرح وكان المسرح بكبره كله بيطلع وبينزل، كان مفروض يطلع وينزل، وبتلاقي هلا تحت المسرح فاضي في غرفة كبيرة قد المسرح، بيطلع وبينزل. كان مثل ما قلت لك مفروض في، بس تكلف كتير، وفيكتور موسى قال لا سكروها مش ضروري بقى لا يطلع وينزل، خلي بس الأوركستر يطلع وينزل. هلا صارت هينة بس بوقتها كانت تقنية كتير صعبة يعني، وكانت معمولة بالعالم وقدروا يجيبوا هالتقنية لهون، بس البلاتو اللي بينزل وبيطلع كتير كبير. بلغت كلفة بناء المسرح وتجهيزه أكثر من 5 ملايين ليرة، أي ثلث تكاليف البناء المقدرة ب 12 مليون ليرة أو ما يوازي 4 ملايين دولار عدا الأثاث والديكور، وقد أشرف مهندسون ألمان على التنفيذ. من أول مرة بلبنان كانوا ياخذوا بعين الاعتبار الأكوستيك، تلبيس الحيطان والأرض والسقوفيات، هيدي من ناحية السال. من ناحية الأريارسان كل البوليات والسيستم لل مشان التياتر كان كله متطور كتير ليقدر يستقبل أكبر بياس دو تياتر وأكبر ديكوريت تنعمل. مثل ما تعمر كلف كتير، وتانياً فيكتور ما كان يقبل إلا ما يشتري أغلى إشياء موجودة، مش بس للمسرح، لا لكازينو لبنان. مثلاً فطيات الكراسي اللي بنقعد عليها كانت مغيرة عن كل الكراسي اللي موجودة بلبنان.
كانت كراسي كتير 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 غالية، وكان السجاد اللي تحت الكراسي سجاد معمول قصد ضد الحريق مثل الكراسي، وسقف اللي كان معمول للصوت سقف شوفوا بعده لحد اليوم موجود مثل ما هو. هالسقف هذا كتير كلف عمله، كتير كلف عمله. بعد أشهر على تولي الرئيس فؤاد شهاب سدة الرئاسة الأولى، ارتفع كازينو لبنان صرحاً حديثاً بمواصفات عالمية تطبيقاً لدفتر شروط 22 آب 1956، الذي فرض بناء الهيكل العام بالبطون المسلح وتركيب المنجور الداخلي الخشبي النفيس من السنديان والمنجور الخارجي من الألومنيوم الممتاز، بالإضافة إلى الزخرفة والأثاث الفخم. وحل موعد التدشين كحدث كبير منتظر. Okay, three, two, one, let's jam. ليلة 17 من كانون الأول 1959 كانت استثنائية. عكست مياه الخليج ألوان الألعاب النارية وأنوار كازينو لبنان التي أضيئت للمرة الأولى إشعاراً بافتتاح نادي الألعاب الوحيد في حوض المتوسط. وقف فيكتور موسى وألبير منسة وأعضاء مجلس الإدارة والأصدقاء لاستقبال 2000 مدعو من الرسميين والسياسيين والفنانين والصحفيين ووجوه المجتمع. لقد استغرق وقت الوصول من بيروت إلى المعملتين أكثر من ساعتين، يوم كان عدد السيارات المسجلة في لبنان 42,000، وكانت زحمة السير خبراً نادراً. قص رئيس الحكومة رشيد كرامي الشريط التقليدي قبل دوران دواليب الحظ وتدشين صالات وطاولات الألعاب. وبعد ما اتذكر يوم افتتاح الكازينو نزلوا كلهم على البيفيه وصليت اللعب ما كان فيها حدا. بقرب فيكتور موسى بيقول لي ليك جرب العاب، بيعطيني فياس خمسة فياس ببلش العب أنا. بلش نزل إنه تعبان ثلاث أربع خمسة أيام بلا نوم. تنخلص الكازينو على الوقت. قد ما كنت نعسان وأبطل فيها شوي المكان اللي كنت عم بربح ومني حياتي. في الليلة التالية 18 كانون الأول 1959 افتتحت صالة السفراء باستعراض افيك فو للفنان الفرنسي جان بوشي. جان بوشي اللي كان عنده المولان روج، المولان روج الشهير، وكان كمان عنده ببدن بدن كازينو. هو اللي عطاه الاكيب اللي اجت مع شخص اسمه بلبي، علموا الكروبيري على الشغل، وعمل اول برنامج فني ميوزيك هول مع فرقه كتير كبيره، وكان اسمه البرنامج avec vous. بتذكر في غنية Paris je t'aime je t'aime comme une maîtresse dans le monde entier Paris je t'aime mon amour. وبلشوا الافتتاح، بلشوا عندك 45 راقص وراقصة، في تابلويات، في جونغلور كان à l'époque، بقينا ساعتين وربع مع رقص رائع. اعتمد فيكتور موسى في البرنامج الفني المنوع والعلاقات العامة على زوجته ماي الوافرة الجمال والثقافة والواسعة العلاقات الاجتماعية والفنية في لبنان والخارج. وكان فيكتور قد تزوج ماي غانم في كانون الثاني 1958، أي في شهر بدء العمل ببناء الكازينو، فكانت ماي علامة حظه في مشروع عمره. كانوا اثنين فيكتور وماي كانوا يتمموا بعضهم، يعني كان كل واحد له ميدان خاص بالشغل،
ماي إلى ميدان الاجتماعي وال وفيكتور طبعا رئيس مجلس الإدارة هو يشتغل كرئيس مجلس الإدارة. ماي موسى كانت تهتم كتير بالمشروع، كانت يعني إذا بدك اليد اليمنى لزوجها، وكانت تهتم بكل شيء له مظهر بالكازينو وبيعطي لها الكازينو ستاندينج انترناسيونال. كانت مثلا تراقب الشجر اللي زارعينه بالكازينو، تحكي مع الموظفين هيدي سقطوها منيح، هيدي مشحلينها، كانت تهتم كتير بال. وكان بيته المفتوح فيكتور ومرته بالأشرفية، كل شيء في شخصيات بالبلاد تنوجد عنده. وكان دينهم معلقين بعد بالكازينو يلي هني أسسوه، يعني كانوا يسموا الكازينو جوهرة لبنان وقتها، وبعدين وقت جوهرة لبنان كان الكازينو بالأول، بعدين بعض الصحفيين صاروا يسموا ماي جوهرة لبنان. قد ما كانت ماي كانت تجمع كل الصفات، أولاً الجمال، كانت مرة جميلة جداً، حلوة، ذكية جداً، عبقرية، عندها أفكار مثل ما شفت أفكار يعني، وأديرة جداً. شو ما كان دوره، شو ما كان دوره، كان في شغلة متفقين عليها بالمية مية، هو الستاندينج تبع الكازينو، المستوى تبع كازينو لبنان. وكان مستوى كازينو لبنان بأكد لك من أحسن مستويات بالعالم، مثل مونتي كارلو يمكن أحسن كمان. Elle avait l'art d'organiser les spectacles du casino, les soirées les plus élégantes du casino. Ah oui, ما في شك. وحريصة على الشيء. كانت يعني كانت كتير بدها كيف بدي أقول لك؟ ما تقبل زهور مش محل، وما تقبل الطولة ما تكون. كتير اهتمت. وبعدين تجيبوا شخصيات على لبنان، يا ما شخصيات اجت ما بتتصور. يعني أنا ما بذكر أساميهم، بس ما بفتكر في حدا بهديك الأيام ما اجا. تأخر افتتاح مسرح كازينو لبنان حتى 7 نيسان 1960، حيث قدمت فرقة لا كوميدي فرانسيز عرض لكول دي ماري لموليير. بعدها جيء بعشرات الفرق التي أدت عشرات الأعمال الكلاسيكية. الفكرة تبع ماي كانت أنه المسرحيات اللي كانت تعرض بباريس تجيبها على لبنان. كيف؟ على الكازينو. كيف؟ كان في يومين استراحة، بقى تجيبهم هاليومين على الكازينو على معملتين، وكان يتقتلوا بعضهم الناس تيشوفوا هلا. يعني ما كان في حتى في متذكر في طلاب كانوا يجوا يقعدوا ساعتين، يوقفوا ساعتين تيشوفوا المسرحية. وإجا يعني العالم كله، إجا موريس إسكاند، إجا بفتكر إدويش فيير إذن كمان إجيت، وكل يعني كان في كل جمعة مسرحية. أصبح مسرح الكازينو عنواناً ثابتاً ومميزاً لإطلاق وانطلاق الأسماء والأعلام والأعمال الفنية الكبرى في لبنان والمنطقة، كاسراً احتكار عظمة بعلبك وشهرة بيروت التي صارت تبعد 20 دقيقة فقط عن كازينو لبنان حسب الإعلان الترويجي تلك الأيام. في حزيران 1960 كان المغني الفرنسي ساشا ديستال أول نجم عالمي يحيي 3 حفلات على مسرح كازينو لبنان. ثم جاء في أيلول الفرنسي الآخر الذائع الصيت شارل تريني. أما الحدث الذروة فكان انتخاب ملكة جمال أوروبا في حفل ضخم في 10 حزيران 1960. اشتركت في المسابقة 17 ملكة جمال من 17 بلداً أوروبياً في حضور كلود بير رئيس اللجنة الدولية لانتخاب ملكة جمال أوروبا، وفازت باللقب ملكة جمال إيطاليا أنا رانالي. وتكرر الحدث بعد ذلك 4 دورات في كازينو لبنان بين 1960 و 1964.
toutes élégantes et somptueusement vêtues, elles représentaient 17 pays d'Europe occidentale. Mais c'est au Liban qu'elles ont concouru pour le titre de reine du continent européen. Souriantes, gracieuses, elles se sont présentées en robe de soirée au casino de Beyrouth avant de permettre au jury et aux nombreux spectateurs d'avoir une idée plus précise de leur beauté plastique. Miss France était bien jolie. Miss Hollande était plus ravissante encore. L'accord européen s'est fait à Beyrouth. بعدما أبرم فيكتور موسى عقد الاستثمار مع الدولة لمدة 25 سنة بتاريخ 23 آب 1960 وصدق بالمرسوم 5600 في 26 تشرين الثاني 1960 كتب في الذكرى السنوية الأولى لافتتاح المرفق السياحي الأكبر في الشرق الأوسط مرتاحا بأنه أشهر حلمه في وجه المستقبل ونجح. تحولت ليالي كازينو لبنان فصولاً متممة لحكاية ألف ليلة وليلة، تكومت فيها أجمل الوجوه والعيون وأطلت ولمعت أفضل القامات. والحلو إنه كانت كل هالشخصيات تطلع على الكازينو، كانوا كلهم تلاقيهم كلهم هالستات يلبسوا أحسن لبس تيطلعوا على الكازينو، هالرجال كلهم لابسين غامق مرتبين، بقول لك مثل نهار الأربعاء كنا نلبس سموكينغ ونروح. يعني كل هالاشياء هيدي كانت عامله من كازينو لبنان كازينو حقيقه عالمي وعالمي بمستوى كثير عالي. في فئه معينه يجوا اصحاب كلهم مع بعضهم وامبيونس بتلاقي السالون مثلين كلها احلى عالم العربيات من الدوج للكاديلاك للبليموس كلهم كان نحطهم مثل قطعه البقلاوه. من مطار بيروت الذي كان المطار الدولي الأول في المنطقة قبل نصف قرن ونيف إلى الوسط الساحر في المدينة بين الروشي وعين المريسي وفنادق الكارلتون والبريستول وسان جورج والفينيسيا بالنجوم الخمس كانت أفواج السياح، وبعد أن تسلك الشمس طريقها اليومي إلى الغرب والغروب تحط في كازينو لبنان الذي بات اسمه إغراءً ضوئياً ملوناً للسهر واللهو والعبث والمغامرة على كتف الخليج الساحر. تدفق كثيرون إلى نادي القمار ومطارح الفن والترفيه، جاءت إلى صالاته بقايا الأرستقراطية اللبنانية والعربية والأوروبية التي جاورت على المقاعد والطاولات بيروت المخملية وطبقة اجتماعية حديثة العهد بالنجاح والثروة الآتية على جناح العلم أو عائدات النفط. كانت ليالي الكازينو مثل مهرجان ليلي منوع، كل ما فيه جميل وكل جمال فيه للجميع، شيء من موسيقى فيينا وشيء من بساطة مدريد وشيء من أناقة وعراقة روما وشيء من أنغام باريس والعطر وأشياء من مواويل دمشق وبغداد وليالي القاهرة وهز الخصور. في تلك اللحظات الصاخبة لم يكن أحد من الساهرين يريد إرهاق الفرح بالشرح والسؤال، فالأصل ألا تطفأ أضواء الكازينو قبل أن تستيقظ المدينة ويخرج المتوسط من العتم إلى صباحه اليومي نافضاً عن وجهه بقايا النجوم وغبار نشوة قد لا تعود. في نيسان 1962 نظم مهرجان الأغنية الفرنسية للمرة الأولى خارج فرنسا على مسرح كازينو لبنان. وفي تلك السنة وقف على مسرح الكازينو المغني الفرنسي الأرمني الأصل شارل أزنافور، وقبله بأسابيع مغني المئة ألف فولت الفرنسي جيلبير بيكو، بالإضافة إلى الخالدة داليدا
وعشرات آخرين تألقوا على المسرح والشرفة الصيفية وصالة السفراء والنادي الليلي صالة البكرة التي احتفت بالمغني الشاب جوني هوليداي بعد إشكال مع السلطة في 13 من كانون الثاني 1963، حيث كان وزير الداخلية كمال جنبلاط قد منع قبل أشهر رقصة التويست. جوني هوليداي اللي كان بأول طلعته كان يمكن عمره 19 سنة أو 20 سنة، عمل كريزة هستيريا إنه كيف بيجيبوه على لبنان وبيوقفوا له المسرحية. طب منعوا يغني بهالوقت، بقوم ميسي موسى مع جوني هوليداي بيجوا مع أصدقائه وبيجوا على البكران نايت كلاب، عشوا تحت وظلوا لساعة متأخرة من الليل، وكان وجابوا نادي جمال رقصت حتى نموه، والعالم يلي اشتريت تيكت رجعنا لهم مصرياتهم. اجا كنا على فرد طاوله، دونك كل هالزلمه ما بدهم يرقصوا، عم بيرقصوا عينهم على جوني، عم بيقولوا نيالا نيالا. سيتي ان سبيكتاكل ان لوي ميم، واللي ما بحب انا يصفي سبيكتاكل، بس الزلمه عم بيرقص جنو صفى. كل تطليعة جوني هوليداي اللي يقرب تايكم شو شوي، اللي بده خصلي من شعره، يعني عمل اكيد ردة فعل على جنبلاط بوقتها اللي منعه لو بابا. صار له دعية أكتر بكتير بهالممانعة، وبحضوره بهالنايت كلوب هو ما إجا يرقص يعمل سبكتاكل، بس صفى عم يرقص مع الستات. يعني أصبح كازينو لبنان رمزاً وعنواناً للمناسبات الكبرى، فصرخ الأنيق لعشاق الترفيه استقطب ليس فقط الجمال الأوروبي، بل جذب مسابقة جمال لبنان اعتباراً من أيار 1962، حيث اختارت اللجنة المؤلفة من وزراء ووجوه لبنانية وأجنبية معروفة نهاد كبابي ملكة لجمال لبنان للعام 1962 في حفل راق في الكازينو الذي أصبح مكاناً شبه دائم للمباراة السنوية. فتح أيضاً مسرح وصالات الكازينو للفن الشرقي والفولكلور اللبناني، فبعد إطلاق فرقة الأنوار سنة 1960 ساهم فيكتور موسى في دعم ونجاح الفرقة التي كان يرعاها الصحفي المعروف سعيد فريحة، وجمعت وديع الصافي وزكي نصيف وتوفيق الباشا ومروان ووديع جرار. وقدمت الفرقة سنة 1961 سلسلة حفلات على مسرح كازينو لبنان قبل أن تنتقل إلى الخارج. وفي شتاء 1963 قدمت فيروز أوبريت الليل والقنديل بتوقيع الأخوين رحباني للمرة الأولى أيضاً على مسرح كازينو لبنان. كان في جو رفاهية يغطي على جو القمار بقلب كازينو لبنان، واللي جعل هالمرفق مثل ما عم بقول ديستيناسيون مونديال. مد السجاد الأحمر كثيراً لاستقبال الشخصيات الكبرى. في آب 1962 زار لبنان نائب الرئيس الأمريكي والرئيس لاحقاً ليندون جونسون، وحل مع زوجته ضيفاً في كازينو لبنان من دون صحافة وإعلام. كذلك سهر في الكازينو العاهل الأردني الملك حسين وشقيقه ولي العهد الأمير حسن وأمير موناكو وغيرهم. أما النجم العالمي عمر الشريف فاشترك في مباراة البريدج التي نظمت في الكازينو سنة 1965 في السنة نفسها التي لمع فيها بدور دكتور زيفاغو. وتكررت زيارات الملياردير اليوناني أريستو أوناسيس إلى صالتي الألعاب الشهيرتين. في السال كلاسيك يلي على الشمال انتو فايت من الانتري برينسيبال، وعلى اليمين كان في الصالة الأمريكية يلي هي بلاك جاك، رولات وبونتو بانكو.
كازينو لبنان كازينو كلاسيكي كان بامتياز وداير من الارشيتكتور تبعيته بتشوف انه سيتان كازينو كلاسيك وعايام اهلي ما كان فيه سلوت ماشين بعد كانوا يرفضوا فكره سلوت ماشين مثل ما عم بقول لك ثوره لاس فيغاس اللي هي فتحت ابواب السلوت ماشين للجميع وسمحت للناس تفوت حتى بالمايو اذا بدهم غيرت كل مقاييس الكازينوات مثل هيك صار كازينو مضطر يلجأ لسلوت ماشين ليقدر يكون عنده جدوى اقتصادية وإلا ما بيمشي الحال بس من التابل جيمينج فات بوجو مسيو دام فات بوجو بعد 3 سنوات من التعاون مع الفرنسيين في تشغيل نادي القمار استعانت إدارة الكازينو سنة 1963 بخبراء أمريكيين لتدريب موظفي صالتي الألعاب دخلت وعملت تريننج 3 أشهر كنا 225 شخص طلعت من بيناتهم أول بما أنه أصير أنا كنت عطولت البلاك جاك يحطوا لي طبلية وكنت أسرع ديلر بالستاف يلي موجود معي وطلعت أول وعلموني الأمريكان كيف بخلط الورق كيف كانوا مدراء 3 اسمه بيل جوردن ودانيس كارانوسكي هول جايين من فيغاس في نهاية 1963 أيضاً أوقف فيكتور موسى التعاون مع جان بوشي فتوقف استعراض أفيك فو وراح موسى يفتش عن برنامج جديد كان في شخص من أصل روسي اسمه علي ستار ستاروف هو بس صراحة علي ستار كان كتير يحبوه بقبل العام هو يعمل كل المعاملات للفنانات والفنانين اللي يجوا على لبنان وكان من أهضم الناس كان قصير هيك ودائما المثبات بتمه ما بيعرف هذا الشيء وكله بالقلب لأنه ما بيعرف يحكي عربي مضبوط بقى إجا قال لي فيكتور عم بفتش على برنامج كبير في سادي هانسي سادي كان من 2 بالليدو كباري ليدو ببيروت معه بلاي كبير عامل برنامج كبير اسمه ميوي بلاس فيغاس وخلص الكونترا هيئته ما راح يجددوا له تنقل هو وياهم يا ريت بيروح يشوفوا الاستاذ فيكتور تيشوف اذا خرج يكون بكازينو لبنان فيكتور بيعرفه لشادي هانسيس راح دغري راح هو ماي وعجبهم البرنامج أخر احتراق صالة السفراء في 10 من تشرين الأول 1964 إقلاع استعراض تشارلي هانشز عدة أسابيع اكتمل خلالها الاستعداد للعمل الكبير في بداية العام 1965 باشر تشارلي هانشز في صالة السفراء تقديم استعراضه الرائع ميوي على مدى 3 سنوات و8 أشهر من النجاح المتواصل قدم خلالها 1158 عرضاً أمام 788562 متفرج لبناني وعربي وأجنبي كل سنة بتغير الديكور كلها بالحبال جوا على ستيج ما في كان تكنولوجيا مثل اليوم كابل زر بينزل الفوال بينزل شيء كلها باليدين كان في صف حوالي 30 ماشينيست مع شيف تبعهم وكان للإضاءة اسمه أوري بيا بي آ تي بيا هذا سبيسياليست للأدوية ولا يمشي شو الصوت والصورة ب550 موظفاً ومئات آلاف الرواد وصل كازينو لبنان إلى ذروة النجاح سنة 1964 ورسخ مكانته كأول مركز ترفيهي في الشرق الأوسط بلا منازع لكن فيكتور موسى راح يتطلع إلى قمة أعلى بما أنه مارونيت بما أنه ذكي أوتوماتيكمون كل الناس فكروا أنه الرئاسة يترك كازينو وينزل بانتخابات
Mais c'était un homme de culture aussi, il était très cultivé, Victor. Ou Zaké, ou Haïda. Donc c'était une force qu'il fallait combattre les politiciens, je veux dire. هون وقفت هون بس كان طلع اول مره بعدين شيخ بيير كان صاحبي كثير قال له فيكتور حبيبي اثنيننا نحن صاحبي من زمان اثنيناتنا من بيك فيا خلي لنا السياسه وخليك انت لما قرر يعمل سياسه وبده يترشح على النيابه ممنوع يكون رئيس مجلس اداره كازينو لانه الكازينو امتياز وفقا للقانون اللي بيكون عنده امتياز ما بيقدر يكون نايب في تعارض بين اضطر يبيع او يستقيل اجي عرض لا يستطيع ان يرفضه اجي عرض مغري و ضمن العرض كان عنده كمان اسهم ببنك انترا مين اجى اشترى منه اجى اشترى ادريان جداي ادريان جداي ما معه الثمن المطلوب استدين من بنك انترا قبل ما صار شركه انترا من بنك انترا ولقاء هالدين تبعه رهن أسهمه بالبنك بالمقابل فيكتور موسى اللي قبضهم من أدريان جداي راح اشترى فيهم أسهم ببنك انترا صفى كل مال وحطه بالانترا في حزيران 1964 انتخب الماركي موسى دوفريج رئيساً جديداً لمجلس إدارة كازينو لبنان وأصبح أدريان جدي رئيساً لشركة الجستيون التي كان أسسها فيكتور موسى سنة 1959 إلى جانب شركة الكازينو هو من الأول أخذ الامتياز مشى الكازينو ثم عمل شركة سماها شركة جستيون الألعاب يعني إدارة الألعاب الكازينو وطلب منها الشركة هي تلتزم للموظفين اللي بيأمنوا الألعاب شركة الجستيون كانت تتقاضى من كازينو لبنان فقط من الإكراميات التي كان يتركها الزبائن لأنه سيستم الكازينو كان شو؟ في اللعب وفي البوربوار هالبوربوار الإكراميات كانت هي تشكل رواتب الموظفين اللي بيديروا الألعاب وهالرواتب تدفع لهم بواقع 46% لهم و 54% للإدارة كانت هالشركة حرة ما عندها التزام تجاه حدا ما عندها التزام تجاه الدولة ولا شيء كانت الشركة هيديك تدفع التزامها للدولة وتدفع موظفينها لكن ما في أرباح الأرباح صارت كلها ضمن شركة الجستيون كانت الجستيون دير اللعب تستلم الغلة بآخر كل أسبوع تسلم للكازينو حصته وحصة الدولة الأرباح صارت كلها ضمن شركة الجستيون عشان هيك سميت فيما بعد شركة الديجستيون ضلت ماشية بشكل مركز وممتاز لغاية مجيء أدريان جداي وإذا اشترى أدريان جداي أسهم الكازينو رهمهم بإنترا عمل هو رئيس الجستيون دونك إلى مجلس إدارة مستقل ما عنده ولا رقابة ولا هي شركة ذات امتياز الامتياز بهيديك الشركة هيدي الشركة كانت نوع من صندوق أسود إذا بتريد كان عندها إمكانية وكانت مؤلفة من نفس المساهمين نفس مساهمين الكازينو كانوا مساهمين الشركة جداي صار بدل ما يدفع للكازينو كل أسبوع صار يتأخر بالدفع ويحتفظ بالمال عنده ويدفع منهم للإنترا حتى يسكر ديونه صفى كازينو لبنان وقع بلش يوقع تحت عجز تجاه الدولة بلغت في هيك الأيام بآخر عهد جداي 12 مليون ليرة اللي كانت شيء مهم كتير تشابكت حسابات المال والسياسة في علاقة أدريان جدي بمؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك إنترا يوسف بيدس وانتشرت الأقاويل عن مال سياسي يدفع من صندوق أسود في كازينو لبنان لا أنا ما بسميه صندوق أسود استولى على أموال الكازينو
لمن هو عم بدير الألعاب هالحصة اللي لازم يدفعها للكازينو وللدولة يحتفظ فيها من خلال تصرف. طبعا كان واقع تحت ضغط المكتب الثاني ما يسمى في حينين المكتب الثاني. وبتذكر أنا بتذكرها تمام سنة الأربعة وستين أو بعتقد كان في انتخابات سنة الأربعة وستين دفع دريان جداي هيدا التأمين لعدد كبير من المرشحين. التأمين الانتخابي 3000 ليرة كان بهيك الأيام هيدي. وبعدين كان في كتير ياخدوا منه. اكتمل المأزق بانهيار بنك انترا في تشرين الأول 1966 لما فلس بنك انترا. مش دايما بقى معه مال تيوفي ومش دايما لحقه الشغلة يعني أخذت شوية وقت. وبهالشي سبب أنه شركة انترا تأسست شركة انترا تتحل محل البنك ونوجدوا بالبنك هالأسهم اللي هن أسهم كازينو لبنان بأكثرية 51 إلى 52% فصاروا جزء من رأس مال الشركة اللي تأسست باسم شركة انترا الاستثمار وصار المالك غير المباشر هو شركة انترا. انعكس إفلاس انترا انتظارا ثقيلا وقلقا على مصير كازينو لبنان لا سيما بعد توقيف أدريان جدي. الكازينو ما فلس كان له ديون انما كان عم بيطلع مال وعم بيدفع معاشات الموظفين وعم بيعيش ما صار في إفلاس. موسى فريج لما شاف الوضع هيك ما قبل يبقى قدم استقالته ودينا الجمعية عمومية بآخر سنة 67 بآخرها ب30 كانون الأول وهالجمعية قدم استقالته فيها وتعين مارسيل نامور اللي كان عضو في مجلس الإدارة تعين رئيس مجلس إدارة. استمر مارسيل نامور 9 أشهر. أوحت كارثة إنترا لمسرح الساعة العاشرة الذي قدم في الكازينو لأول مرة عملاً مستوحاً من الأزمة بعنوان إنترا فينوز وقدمت الفرقة أعمالاً أخرى في السنوات التالية. حط مسرح الساعة العاشرة رحاله هذا العام في صالة البكرة التابعة لكازينو لبنان مع مسرحية انتقادية جديدة بعنوان آباء وأفراد. بعد فيكتور موسى خرج أيضاً من مجلس إدارة الكازينو الشريك الثاني المؤسس البير منسة. كنت أدرس بالجمهور عند اليسوعية وهنيك نهار بيجي خوري بدو يعيط لي بقول لي بالفرنساوي فو لو فيس دو كازينو. رحت خبرت بيي أنا مبسوط بحالي. بيي زعل إنه ما بده يصنفوه إنه هو كازينو لعب وما لعب. راح بيع أسهمه تاني يوم. تزامنت عودة موسى دوفريج إلى رئاسة مجلس إدارة كازينو لبنان في 30 آب 1968 مع إطلاق تشارلي هينشز استعراضه الثاني هيلو الذي تواصل تقديمه حتى سنة 1973. استقدم هينشز لإبداعه الجديد فريقاً كبيراً من الراقصين والراقصات والفنيين وأحضر حيوانات السيرك بينها فيلة وقردة ونمر و25 حصاناً وتم تقسيم العمل إلى 12 مشهداً تحت عنوان أرض العجائب. هو أكثر شو يلي ضاين عنا بحوالي 3 سنين 4 سنين شو من فيال أحسنة مترو تبع باريز بنص الصالة ينزلوا الفدات من السقف لتحت. كان الشو 2.5 ساعة ما في بريك أبداً. الشو هيدا رجع طعمه. عملنا بسين برا للبوب وعملوا كادر مي مع إيدوليك يطلع على الشو ليشوف العالم كيف بيقصوا البوب على الموسيقى. لم ينكفئ كازينو لبنان إلى الذكريات بسبب ثقل الأزمات الداخلية والوطنية فهو مكان وجد لتسكنه الأضواء حين كان لبنان ضوء الشرق الأوسط في عز الهزيمة والعتمة.
تكاملت بيروت مع جوني التي شملتها خطة الإنماء لعهد الرئيس فؤاد شهاب والمخطط التوجيهي العام للمهندس الفرنسي ميشيل إيكوشار. فتناغم تلفريك جوني حريصة كعنوان سياحي مع شهرة كازينو لبنان الذي وصل إلى جواره أوتوستراد بيروت طرابلس السريع سنة 1964 قبيل بدء ولاية الرئيس شارل حلو الذي أكمل مشاريع العهد الشهابي. وعندما اعتلى الرئيس سليمان فرنجي سدة الرئاسة الأولى في أيلول 1970 كانت إنترا في طريق التعافي، وكان كازينو لبنان على عتبة مرحلة حافلة مع تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة وجيه سعادة. اعتبارا من وجيه سعادة صار مجلس إدارة الكازينو يعين من خلال إنترا، يعني تأتي إنترا إلى الجمعية العمومية وتقول هودي هذا المجلس عم بقترحه عليكم، لدرجة ما نعرف إلا آخر لحظة يعني يتفاهموا عليها سياسيا بالبلد، وتجي هالليحة تقول إنه هيدا فلان رئيس هودي أعضاء. فرصة ثمينة للصرح السياحي الكبير أتاحها التعاون الثنائي المدعوم من الرئيس الفرنجي لوسيان دحداح في رئاسة إنترا ووجيه سعادي في كازينو لبنان. وجيه سعادي صار عنده دعم، إجا مدعوم ما إجا ضعيف مع الإكيب اللي معه. وجيه هو شاطر وشغيل وأبضاي بكل، ونجح الكازينو بأيامه، يعني عمل حفلة تطهير شال اسم كبير من الموظفين اللي كانوا يتقاضوا رواتب من أيام أدريان جداي وفرضون وما يجوا شلوا. هلأ وجيه حقق أرباح بأيامه. هيدي فترة تنظيف، نظفنا كل شيء، كان في خسارات وكل شيء، كان في أموال دوشرة وين ما كان، ونظمنا الميزانية تبع المؤسسة. واكب الكازينو جنون السبعينات في لبنان، حيث نافس الصخب السياسي فنون اللهو والسهر المتواصل إلى ما بعد الشروق. ووسع كازينو لبنان آفاقه إلى خارج لبنان. في مكتب لإنترا بباريس، لوسيان دحداح بيقول له محامي من بيت الشامي بباريس يمكن بعده طيب، قال له في مشروع كازينو بمدريد بده ينباع والأجانب لهم حق يتملكوا الربع. كان وقف الشغل بلبنان وبدنا مصادر إنه تجيب مال لحتى يضل ماشي. هل المشروع الكازينو هو كناية عن حصة 25% كانوا بيملكوها ألمان. صار في تفاوض معهم، تم شراء الحصة. كازينو مدريد الحقيقة هيدا كازينو أنشأه وجيه سعادة. أنشأ وجيه سعادي مؤكد انطلاقا من كازينو لبنان ومن تمويل من كازينو لبنان. طلبوا من كازينو لبنان انه يعيرهم اسمه كشهرة له ويتقاضى عليها مال، نو هاو بالانجليزي بيقولوا مشان شهرتهم، انه نحن كازينو مدريد يديره كازينو لبنان، لانه كان كازينو لبنان اخذ شهرة عالمية وانتشرنا شوي ببلغاريا وعملنا مشاريع بعدة بلدان وطلبونا على ماديرا وعلى البرتغال، أماكن كتيرة طبعا مصر وبوردو. سنة 1973 أطلق تشارلي هنشز استعراضه الثالث تحت اسم فلاش في ذروة الحركة السياحية والفنية، حيث ساهمت برامج وعائدات كازينو لبنان في دعم خطة تسويق السياحة اللبنانية، إذ بلغت إيرادات الكازينو بين العامين 1962 و1974 290 مليون ليرة، أي أكثر بقليل من 100 مليون دولار يوم كانت موازنة الدولة مليار ليرة.
لكن فلاش كان الاستعراض الأخير، إذ بدأ استعراض النار والموت والدمار سنة 1975، وصارت شهب الرصاص والصواريخ تخالط أضواء الكازينو. سنة 76 اشتغل الكازينو 69 يوم فقط، وقامت قيامة موظفين الجستيون لأنه مش عم يقبضوا، ما بقى في لعب، ما بقى في بخشيش، هني معايشون قايم على البخشيش. من وقت صار في اتصالات بعدين من انترا طبعا ومع الكازينو، لا زبطوا لهم وضعهم بشكل انه ينضمن لهم حد ادنى من الاجور هو الحد الادنى المعترف به، وصار عبء على الكازينو اضافي. كان مفتوح الكازينو يلي العمال من جوني نفتح 4-5 طاولات بس يوقع الضرب يضرب ننزل على السوسول على تالي الطابق لتحت. كنا في يلي ساكن بالأشرفية ينام هون تحت، عطونا تخوتي ما يضل فاتح، لأن إذا خسرنا التسكير نخسر الامتياز. أول خطوة عملناها إنه جمعنا الموظفين وإنه طالع هون نحنا كلنا سوا بفرد خانة، يا كنا سوا ننجح يا كنا سوا نسقط، يا كنا سوا منضل هون يا كنا سوا منروح على البيت. يعني كل واحد منا بده يعمل من جهته تضحيات حتى نضل حملينا لهالمؤسسة ونخليها واقفة. وروحة هالمؤسسة وموتى يعني موتى مش موتكم لألكم، ولكن موت المنطقة وموت على الصعيد الوطني لأكبر مؤسسة سياحية عرفها لبنان. في بداية ولاية الرئيس الياس سركيس وفي فترة السلم البارد والقصير عادت الحياة إلى الكازينو، حيث دخل صالتي الألعاب 161 ألف شخص أنفقوا 31.5 مليون ليرة. كذلك عادت فيروز سنة 1978 إلى مسرح الكازينو للمرة الأولى منذ العام 1963 وقدمت مسرحية بيترا للأخوين رحباني. وجاءت صباح للمرة الأولى بمسرحية شهر العسل، وفي حزيران 1978 أعيد إحياء مسرح الساعة العاشرة استثنائياً بعمل عنوانه كان يا مكان. لكن الحرب العائدة بضراوة تلك السنة عزلت جبل لبنان عن الشمال بعد مأساة إهدن وحزن زغرتة، بلدة رئيس مجلس الإدارة وجيه سعادي الذي انقطع عن الحضور إلى المعاملتين. تقلوا كل أولاد الشمال اللي كانوا عددهم مهم بالكازينو وللي أسس معهم فيكتور موسى الكازينو من بيت معوض لبيت فرنجي لغير، هيدول كلهم انتقلوا قعدوا بالشمال ما عادوا قدروا ينزلوا على 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 الكازينو. دونك نحن كملنا نحافظ عليهم وعلى معاشاتهم، وحتى البربورات اللي كانت عم تيجي كانوا يتقاسموها مع الشباب اللي كانوا عم بيشتغلوا، وهيدي بالتوافق. صلاحيه بقيت بايد وجيه، وكان في نائب رئيس الله يرحمه اسمه وهبي بايك نوفل، وهبي نوفل نائب الرئيس اخذ اعطى وجيه الصلاحيات باشراف المحامين. يعني نحن كنا قلنا مش كلمتنا بمعنى التخريرية إنه نحن نراقب هالشيء. وجيه بقي بالغربية ننتقل نشوفه ونجتمع نحن وياه. نحن بفترة انتقالية بين 78 لل 79 كان في فترة شوية صغيرة صعبة مش معروف شو بده يصير. بالآخر عدنا عملنا اتفاق بين مجلس إدارة الكازينو ومجلس إدارة الجستيون بالاتفاق والتنسيق مع شركة انترا الاستثمار اللي كانت هي المساهم الأكبر، انه شركه الجيستيون تاخذ على عاتقها اداره مؤسسه كازينو لبنان. يعني كل شيء خارج العاب الميسر، يعني المسرح، يعني المطاعم، يعني كذا، كل القضايا تاخذهم وهي بتدير الموظفين حتى اذا عايزين شو ما كان الموجودين على الارض يقدر يكون في عندهم جواب وعندهم اداره بتتجاوب معهم. دونك صار في هالاتفاق توقع بيناتنا، وأنا استلمت إدارة بالفرد وقت إدارة كازينو لبنان. أصبح لبنان عصياً على الأمن والأمل، خصوصاً بعدما انتقلت الحروب إلى مناطق الفريق الواحد في محيط الكازينو. نحن كنا عم ندير، ما كان عندنا مرجعية. الحقيقة أنا هذا كلام يمكن ما بيطلع مني بسهولة يقوله، إنه
حافظنا مع مجموعة من الشباب ومن مجلس إدارة ومن المساهم الأكبر، عملنا المستحيل حتى يضل في توازن جوات إدارة الشؤون تبع المؤسستين. وكل ما يكون في صعوبات أو يكون في دقة أو يكون في ضغوطات، كنا نعمل نحن زنار علاقات خارجية حتى كل واحد من جماعتنا يتعاطى مع جماعته بالخارج ليقول له خففوا الضغط، لأن المؤسسة بتموت وبتخربوا لنا بيتنا، نحن صلنا 25 سنة ما بتكون تموتونا اليوم. استمر هالشي لغاية سنة 83. بال83 صارت تغير مجلس الإدارة، إجا تمرز على إنترا، وتمرز قال نحن وجيه سعادة رح نعطي موقع برا، بكون هو ممثل كازينو لبنان بمدريد وبكل الأشياء اللي ممكن نعملها بالخارج. كان في مشاريع بالخارج. لما إجا تمرز واستلم الإنترا، حطوا سليب الدحداح اللي كان رئيس الجستيون، حطوا رئيس الكازينو. صمدت بعض علامات الأمل خلال ولاية سليم الدحداح الذي جدد الصلاة والمسرح واستقدم الفرق الفنية والنجوم اللبنانيين والأجانب. لكن فوضى الحرب عممت فوضى نوادي القمار غير الشرعية لا سيما في بيروت والشمال. اتصلنا بكل الجهات المسؤولة، والله يرحم الرئيس سليمان فرنجي للي هو دخل مباشرة وقلنا له ما بيقدر يكملوا الشباب بالشمال بهالطريقة هاي. بيبعث لي وقتها سليم كرام وسيمون بوروس وبنعمل اتفاق سوا، كنا بفترة مثل هالفترة النظام، قلنا له لك رح أعطيكم لإلكم ولكل النوادي الباقي الموجودة، لأن كان في ببيت الدين وكان في ببيروت الغربية وكمان لا حديد آخر السنة حتى تسكروا النوادي غير الشرعية. مع تسارع الانهيار وتشرذم الدولة والمؤسسات بعد حرب الجبل وبيروت بدءا من سنة 1983، عادت نوادي القمار غير الشرعية وانتشرت هذه المرة في جوار كازينو لبنان. اللاعبين اللي يجوا على عنا يطلعوا سحبون نزلون لفوق، وصار في إغراءات كبيرة حتى ينزل لها، لحديت ما إجوا موظفين الكازينو، لأن صار البوربوار تبعهم ينزل. وقت نزل البوربوار تبعهم صاروا خايفين على نفسهم، أنه نحن بنينا 25 سنة حتى مجموعة بوطة من أصحابنا من إخواننا من فئاتنا الاجتماعية والسياسية عم بتضاربنا على المدخول اللي نحن تعذبنا وتعبنا حتى نوصل له. ما بصير هيك. اجوا عم يبكوا، قالوا تعالوا يا شباب، انا كدوله ما حدا عم بتجاوب حتى يسكر، انا رح اعطيكم مشروع، بعطيكم ميزانيه معينه، هيدي الميزانيه انزلوا تصرفوا فيها ورجعوا شدوا كل الزبائن، انتوا هيدي شغلتكم، انا ما تدخلوني فيها، لانه انا اذا بدي ادخل فيها بدي صفي طرف. نجحت الخطة في استعادة زبائن الكازينو، لكن زعماء الحرب الذين جمعتهم حكومة الوحدة الوطنية راودتهم فكرة إقامة فروع لنادي القمار في المناطق. تزامن ذلك مع انتهاء مدة امتياز شركة كازينو لبنان في 17 كانون الأول 1984، حين كان الرئيس كميل شمعون وزيراً للمال. رحت أنا شخصياً لعنده على الوزارة وقلت له فخامة الرئيس طلبت اني اشوفه، رأسا استقبلني، قلت له فخامة الرئيس كازينو لبنان انت بي وامه، انت اللي اسسته. قال لي شو مطلوب؟ قلت له خلص الامتياز وبدنا يتمدد، ما في قوانين هلا، ما في مجلس نواب، وانا عملت مشروع عقد مع الدوله لتمديده، اذا بتريد شوفه تكلف حدا يشوفه لحتى شوف شو بدنا نعمل، وما بنقدر نترك هالناس بلا شغل، وفي برقبة الكازينو 550 موظف وقتها، هودي مين بدهم يعيشوا؟ قال طيب، قال لي رجع لعندي بعد شي يومين.
تجاوب الرئيس شمعون أيضا مع رئيس مجلس الإدارة سليم الدحداح الذي تواصل للغاية نفسها مع رئيس لجنة المال النيابية روني معوض. رجعت لعنده بعد يومين وجينا ل قال شو؟ قلت له فخمت رئيس، قلت له ايش اللي عندك؟ بدنا هالكونترا. قلت طيب تنعيط لخطار، خطار شبلي كان مدير عام المالية. بيعيطوا لخطار بيقول له يا خطار شو هالكونترا شو صار فيه؟ فات خطار قال له يا فخامة الرئيس هيدا الكونترا مثل ما عاملينه الشباب مش قانوني، بده قانون. قلت له نحن عارفين بده قانون بس نحن ظروف استثنائية. قال له يعني شو رأيك؟ قال له رأيي ما فيك تعطينا شيء. قال له طيب دون رأيك. كتب خطار انه هو لا يوافق على هالشيء خلافا لكذا وكذا. قال له مضي وطورخ ومضى وطورخ. قال له اعطيني اياه. كتب خلافا لرأي المدير العام نقرر الموافقة على العقد ومضى. اقتنص روجيه تمرز رئيس مجلس إدارة إنترا المساهم الأكبر فرصة تمديد الامتياز 5 سنوات للانفراد بقرارات بمعزل عن إدارة الكازينو. سمح لحاله يتدخل مباشرة ويعطي أموال على اليمين وعلى الشمال من حسابات خارجية لكازينو لبنان بدون المرجع للمجلس الإدارة ولقرارات مجلس الإدارة، وهيدا اللي جعلني انتقل على فرنسا وحذر شخصيا مؤسسة مصرفية بفرنسا عن هالعمل وهددهم بحديث وطلب مباشر لبنك دو فرانس حتى إلا إنه كوادر ببنك فرنسي عم بيتصرف بهالطريقة حتى وقفت العملية حتى دنر. راح تمرز يسحب أموالا من كازينو مدريد رغم إنذارات خطية من إدارة كازينو لبنان. نتيجة هالقصة هيدي إنه على الأرض هون صار فاتح علاقات مباشرة مع جهات سياسية كان يدعي إنه عم بيعملها لمصلحة العهد، لمصلحة أمين جميل، وكان عم يوزع على اليمين وعلى الشمال. ما كنا نعرف بالأول بس بين بعدين أموال ما حدا فاهم شو صار. بقى نحن وقت بكازينو لبنان قلنا له نحن ملتزمين بكذا امور، ما همته، شاف انه نحن ما عم نقدر نتجاوب. روجيه تمرز قال انه هالكازينو مش عم بيربح، في عنا عرض من ميشيل بشاره تنضمنوا اياه على 3 سنين، كانت بعدها لليفر ليبانيز اون فيجور، كان الليره اللبنانيه بعدها محترمه ما هبطت كثير. بقى بيقوم بيعمل له كونترا لميشيل بشارة مش بصفته كازينو لبنان، بصفته شركة انترا دونك صاحب الأسهم. عملوها على 3 سنين، بهال3 سنين راحت قيمة الليرة، صرنا عم نقبض يعني كل السنة 50 مليون ليرة، تصور بتسوى شيء. وبس أخذ على عاتقه الموظفين ميشيل بشارة باستثناء حوالي 10 بقيوا تابعين للإدارة. قلت له أنا بعتذر، ما بقدر أقبل إنه يصير في اتفاق بينكم وبين مؤسسة بشارة حتى يصفي جواتها. قالوا لي اللي بدك إيه؟ قال لي بتريده يا أستاذ اللي بدك إيه؟ نحن مستعدين بس ريحنا من الموضوع. قلنا له أنا ما حدا بيشتغل على اسمي، ضل جواتها بس خلينا نمرق. قلت له أنا ما حدا بمرق اتفاق إلا بموافقة مجلس إدارتي والجمعية العمومية تبعي. برات هالاتفاق ايضا، برات هالطريقة هيدي انا ما بمشي. بعد اعفاء سليم الدحداح تسلم روجيه تمرز في 29 اذار 1986 مجلس ادارة الكازينو الى حين ظهور مؤشرات الهدر في انترا ومؤسساتها. ترك رئاسة انترا لجميل اسكندر وبلشت المشاكل، فل من لبنان وحل محله نايب الرئيس كان ألكسندر جميل. ساعته بس نشتغل كتير وكان في كتير عالم بس ما في أجانب. ولما انتهى العقد بال89 كانت ما طولت لعلقة بين الشباب مع الأسف. وانترتان بهالوقت هيدا
كان امين كان تمرز ترك جميل رئيس بتلفلنا ادغار معلوف وزير الماليه بدنا تمشوا على الكازينو رحنا شفناه وحكينا بتمشيه الكازينو مشي 3 ايام الكازينو وعلقت على الطيل بين الشباب وانضرب الكازينو كانت مسرحية صيف 840 لمنصور الرحباني آخر عمل غنائي يقدم على مسرح كازينو لبنان قبل ولوج الزمن الضائع بين مرحلتين وجمهوريتين. لمعت أبواء الثورة سكن الحقد المسافات والأعلام الدموي. لم يعد في الليل سكون ولا في النهار ضوء أو طلوع. أطفئت الأنوار وأسدلت ستائر كازينو لبنان الشاهد على جزء من تاريخ لبنان في انتظار فصل جديد وفجر جديد.